طيب اليوم ان شاء الله بدنا نبدا نحكي عن البروبوزل. تمام، نبدا نحكي عن البروبوزل. اوكي طيب، بس قبل ما نبدا نحكي عن البروبوزل بدي احكي لكم على شغله سيئه جدا 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 وكلكم تعرفوه، وهي هذا الكلام. لا، في ناس الكيبورد تبعها كله مغبر ما عدا الأحرف هاي، بيستخدمش غير هاي الأحرف. تمام، هذا الكلام عندنا ممنوع بالمرة، لأنه أنا مطلوب منك تكتب بروبوزل. البروبوزل هذا لازم يكون إنه مقروء قابل للقراءة، لازم إنه يكون كتابتك، مش إنه أنت تجيب لي من عدة مصادر، لأنه بدي أورجي لك إنه أنت مش مدرك اللي أنت بتسويه هذا، يعني إيش الأثر تبعه. تمام، عدا انه هو شغله انه تعتبر انه شغله غير اخلاقيه فعليا. الناتج انت لما تسوي شغله زي هيك اشي كتير بشع. لا لا لا، دوكيومنت، حتكتب دوكيومنت، بس بدك تتجنب انه انت تنسخ لي وتلصق لي من مصادر متعدده وتحط لي اياها زي ما هي. لا، بدك انه انت تكتب البروبوزل متعلق بالمشروع تبعك. تمام، لانه انت لو سويت زي هيك لما تيجي تتخرج فعليا انه انت بتكون الشخص الوحيد الغائب في الموضوع، لانه انت يعني الشغل تبعك سالت شويه عمو جوجل مع شويه ويكيبيديا مع شويه كنترول سي وكنترول في، خلاص خلصت الشغل. ولما تيجي تتخرج بدل ما تقول انه انا بشكر بابا وماما انه هم ساعدوني ودعموني، فبتصير بتقول انه انا بشكر جوجل وويكيبيديا والأوفيس إنه هم يعني خلصوا لي الشغل تبعي. تمام، هذا كلام مش مقبول، لأنه فعليا بدك يكون في عندك إدراك لحجم ال الإشي اللي أنت بتسويه أو الأثر تبعه قديش إنه هو سيء، لأنه أنت عارف إيش بتسوي. تأخذ باراجراف، قطعة كتبها واحد صيني الإنجليزية تبعته مكسرة، تاخدها عندك. تمام، وبتروح على أرتيكل تاني كتبها واحد أوكراني برضو الإنجليزية تبعته يعني ها نص نص، أخذتها وحطت لي إياها، وهذا الباراجراف ما لهاش علاقة بهذا الباراجراف. فبالتالي أنت خد هاي المقترح تبعنا إنه زي هيك، إنه باراجرافس ما لهاش أي علاقة مع بعض، فبالتالي أنت بتنسخ وبتلصق من مصادر متعددة، كل واحد له أسلوب في الكتابة، كل واحد بيحكي عن شغلة شكل. تمام، فبالتالي النتيجة شغلة غير يعني غير مقبولة، فبالتالي الدوكيومنت اللي بيطلع معك بيفتقد للسياق، تسلسل المعلومات فيه مش موجود. تمام، كذلك الرايتنج ستايل، كل واحد له أسلوب في الكتابة، راح يكون مش كونسيستنت، مش متناسق. تمام، ومليء بالأخطاء، فبالتالي النتيجة عبارة عن garbage. تمام، الدوكيومنت هذا غير قابل للقراءة، دوكيومنت بشع، دوكيومنت مقزز، وانت بتبرهن انه انت واحد كسلان وواحد زومبي. تمام، انت لو عملت زي هيك انت مش هتعمل هيك طبعا طبيعة الحال، انت لو عملت زي هيك بتبين انه انت واحد زومبي، ما عندكش القدرة انه انت تكتب بروبوزل لمشروع تخرج، ما عندكش القدرة انه انت فعلا تنجز مشروع تخرج. تمام، هذه الشغله بنسميها بليجرزم، هذه الشغله ممنوعه. هجد انت لو سويت الشغله هذه لك ان تتخيل كيف شكل الشغله اللي بدها تطلع لك، حتطلع لك شغله زي هيك. وفعليا انت بتطلع دوكيمنت عندك شغله يعني شغلات ما لهاش علاقه مع بعض، بتروح تحط ليها في البروبوزل زي هيك، فبتطلع عندك شغله غير متناسقه، فيش فيها سياق، غير قابلة للقراءة، غير قابلة للهضم، حتى لو شربت معاها 7 اب او كوكا كولا بالمرة. تمام، فبالتالي البليجيريزم ممنوع، اوعك تفكر انه انا مش هقدر اكشفك. تمام، اللي بيسوي زي هيك بخلص عليه. تمام، كيف انكشفت خطتكم؟ بدك تستخدم خطة بديلة.
في موجود على المودل. اي حدا مش مضيوف على المودل يبعث لي ايميل برقمك الجامعي، ولو سمحت ضيفني على مساق بحث التخرج، اذكر لي المساق بضيفك عليه. بتلاقي هناك الجوجل فورم للمجموعات، وبتلاقي نماذج سابقة لبروبوزلز. بالإضافة لذلك أنا حضي لك تمبليت وحشرح لك إيش يفترض تكتب في الدوكيومنت هذا بالتفصيل. طيب عشان تكون عارف شو معنات بلاجيرزم، هو فعلياً أنه أنت تستخدم كلمات كاتب آخر بدون ما تعملها سايتيشن. عارفين إيش يعني سايتيشن؟ أنه أنت تستشهد بالمصدر تبعه، بالمرجع، أنه أنت تحطه كمرجع. أنت عندك البروبوزل فيه مجموعة من المراجع، هذا الكلام جبته من المرجع هذا، هذا الكلام جبته من المرجع هذا. فلو أنت استخدمت كلمات حدا تاني كتبها بدون ما تستشهد بالمرجع تبعه أو المصدر تبعه، هذا بلاجيرزم. معنى ذلك أنه هل الحل أنه ننسخ ونحط مرجع؟ برضو لا. تمام؟ فبالتالي أنه أنت فعلياً لو بدك تنسخ وتحط مرجع، هذا بدك تحط حاجة اسمها quotation، بدك تحط الكلام تبعه بين علامات تنصيص. كيف يعني؟ علامات التنصيص عادة نادراً ما يتم استخدامها في التقارير، لأنه أنت بدك تنقل وجهة نظر معينة. يعني على سبيل المثال بتقول أنه ستيف جوبز قال أنه الزبون الكاستمر بيكون مش عارف هو ايش اللي بده اياه لغايه لما انت تعمل له اياه وتقول له خد هذا اللي انت بدك اياه، بيقول لك مزبوط هذا اللي انا بدي اياه. فهذه عباره عن مقوله بدك تستشهد فيها في نقطه معينه، انه فعليا الكاستمر دائما مش عارفين ايش المتطلبات تبعتهم، فبتاخذها بين كوتيشن وبتحط المرجع. لكن هل يعقل انه البروبوزل تبعك كله يكون عباره عن كوتيشنز؟ لا. تمام؟ فبالتالي انه انت تنسخ بدون مصدر منفعش. طب تنسخ وتحط مصدر منفعش، لانه لازم تحط كوتيشن، والمش مقبول انه انت تحط كوتيشن في كل الدوكيومنت تبعك انه يكون معظمه كوتيشن. انت ايش كتبت فيه؟ شو عملت فيه؟ انت الشخص الغائب في هذا البروبوزل، بتحط عليه اسمك هيك بدون فعليا ما انت تكون كاتب فيه حرف واحد. تمام؟ او انه انت تدعي انه هذه الفكره تبعتك وما حدش استخدمها قبل هيك. تمام؟ هو فعليا في حدا قبلك حكى عن الفكره هذه وانه ما تستشهدش بالمصدر هذا. تمام؟ يعني على سبيل المثال بدك تعمل تطبيق خدماتي مثلا للطلاب، وتحكي انه احنا اول من فكر يعمل تطبيقات او تطبيق انه بيخدم الطلاب. هل انت فعلا هذا كلام؟ لا، في قبلك ناس كثيرة حاولت انه هي تعمل تطبيقات تخدم الطلاب، فيفترض انه انت تحكي فلان كان في عنده فكرة كذا، فلان عمل مشروع كذا. فبالتالي انت لازم تستشهد ب او يعني الافكار اللي انت بتحكي عنها في المشروع تبعك لازم انه انت تحكيها بمصادر، تحكيها بمراجع. تمام؟ فهذا هي البلاجيرزم زي ما حكينا، وانه انت المفروض انه تتجنبها. طيب نيجي الان للبروبوزر. بعد ما خلصنا قصة واتفقنا على قصة الكنترول سي والكنترول في، نحن نتجنبها وشفنا ايش الاثر تبعها السيء، لانه فعلا انت محتاج حدا يقول لك انه اللي انت بتسويه هي النتيجة تبعه. يمكن انت لغاية الان مش متخيل شو نتيجة اللي انت بتسويه، فلما شفت الشكل هذا شغلة غير مش متناسقة، فعليا أدركت أنه حجم المأساة اللي أنت بتسويها بالكنترول سي والكنترول في. طيب نيجي للبروبوزر، هنحكي إيش أهميته وإيش الستركشر تبعه. تمام؟ هجيت بخصوص الأهمية المشروع، فعليا هو يعتبر بلان أو الخطة تبعت المشروع تبعك، لأنه أنت في عندك أجزاء يعني متعلقة بتحكي عن البروبلم و يعني السكيجول تبعه والبلان تبعته انه انت حتسوي في المشروع، هو بضله مقترح، فبالتالي بتقدر تعتبره انه هو خطة انه انت راح تمشي عليها. وهو ممكن يكون عبارة عن عقد بينك وبين المشرف، هو عقد بينك وبين المشرف.
تمام؟ فبالتالي هو عبارة عن agreement بينك وبين المشرف، فبالتالي هو تعتبر يعني يعتبر وسيلة للتواصل بينك وبين المشرف، إنه أنا والله أوكي حشرف عليك على الفكرة الفلانية، وهذا الكلام هي موثق في بروبوزل، تمام؟ وهو عبارة عن متطلب أنت لازم تخلصه عشان تسجل مشروع التخرج في الفصل الثاني، يعني بدون بروبوزل مش هينفع تسجل مشروع التخرج في الفصل الثاني، تمام؟ طيب في شغلة مهمة كمان، إنه محتوى البروبوزل فعلياً راح يكون جزء أساسي من تقرير مشروع التخرج عندك في الفصل الثاني، يعني الفصل الثاني راح يكون هو نفس البروبوزل بتضيف عليه بعض الشباتر وبتعدل شوية تعديلات على البروبوزل اللي أنت عملته في الفصل الأول. يبقى فعلياً أنت وكأنه أنت بتنجز جزء من الدوكيومنت في الفصل الأول. كمان مرة البروبوزل راح تاخده زي ما هو مع بعض التعديلات وتضيف عليه بعض الشباتر في الفصل الثاني، بيصير مشروع التخرج تبعك، التقرير تبعه. يعني انت راح تسوي لغاية، تمام، لغاية هي انت عندك المحتوى، عندك التايتل، تيبل اوف كونتنت، ابستراكت، انترودكشن، هذه كلها موجودة في مشروع التخرج، ستيتمنت اوف ذا بروبلم، اوبجكتيف، importance, scope, limitations, methodology, tools, and state of the art or related works. إيش حضيف عليهم هدول؟ لو أنت كنت بتعمل software حضيف chapter للanalysis, chapter للdesign, chapter للimplementation, chapter للtest. لو أنت كنت بتعمل مشروع multimedia تنتج فيلم، فحضيف عليه الشباتر تبعت المراحل تبعت المultimedia production. pre-production والpost-production والstory board تبعتك وكل هذا الكلام، فبالتالي هو نفسه وبتضيف عليه شباتر إضافية اللي هي implementation. زي ما حكينا أنت في الفصل الأول بتعد المقترح والفصل الثاني بتعمل implementation للمقترح تبعك، تمام؟ فعشان هيك أنه أنت لو اهتميت فيه الآن فعليا أنه أنت بتوفر على حالك في الفصل الثاني. طيب ليش تشوف الستكشر هذه فيها تمبليت يعني ححط لك هي على الصفحة على المودل، تمام، وبتمشي على التمبليت هذه. إيش في أجزاء عندك؟ صفحة العنوان، table of content، abstract، introduction، statement of the problem إلى آخره. هنبدأ فيهم واحدة واحدة. هنبدأ بصفحة العنوان. صفحة العنوان إيش بتحتوي؟ هي عبارة عن الكفر بيج تبعتي، هي صفحة الغلاف، بتحتوي على التايتل تبع المشروع. التايتل هذا ايش بتراعي فيه؟ انه يكون انديكيتيف. ايش يعني؟ لا واضح، تمام، او بمعنى اخر انه يكون يعني زي ما تقول انه المكتوب مبين من عنوانه، يعني بمعنى اخر انه هو فعليا بدلل ايش هو المشروع. يعني ما حدش يجي يقول والله انا بدي اعمل تطبيق اندرويد، او المشروع هو عباره عن اندرويد ابلكيشن او اي او اس ابلكيشن. ممكن انت تحط مثلا مسمى للتطبيق، مثلا هاي اسم التطبيق مثلا اي بي سي، تمام، وبعديها نقطتين وبتحكي انه هو اندرويد ابلكيشن لخدمات الطلبه، او هو اندرويد ابلكيشن لطلبات المطاعم، زي هيك. فبالتالي هنا انت بتحط اسم التطبيق منه انت خليت انه جذاب، بس في نفس الوقت انه انت صرحت انه ايش هو، عباره عن تطبيق اندرويد ولخدمات او لطلبات المطاعم. او ممكن يكون عباره عن ويب سايت هذا بيساعد الطلاب مثلا انه هم يتبادلوا الكتب تبع متطلبات الجامعه، فبالتالي بتقول انه ويب سايت لتبادل كتب متطلبات الجامعه، زي هيك. فبالتالي فعليا انا خلاص من العنوان عرفت ايش هو المشروع تبعك. انت بتقيسها زي هيك، انه انت طالما انت قريت العنوان وفهمت المشروع هذا ايش بيسوي يبقى خلاص كافي. لكن طالما انه انت ضايل عندك فضول ومش عارف هذا المشروع ايش هو، يبقى العنوان ناقص. وخلي بالك العنوان بدي عليه علامة، في عليه جزء من التقييم، إنه أنا بشوفه هل هو إنديكيتيف أو لا، هل هو إنديكيتيف أو لا، تمام؟ فبدك تختاره بعناية
بالتشاور مع المشرف، شوف هذا العنوان مناسب مش مناسب زي هيك. نيجي للمقطع الثاني اللي هو التابل اوف كونتنتس، جدول المحتويات. فعليا جدول المحتويات بده يكون في عندك هنا قائمه بالسكشنز والسب سكشنز، تمام، للتقرير تبعك. وكمان ايش التابلز، ليست من التابلز والفيجرز والابندسيز لو كان في عندك ملحق، تمام. فعليا هاي انت ممكن تريح راسك، ولو كنت تستخدم الستايل والفورماتنج في الاوفيس بصير جينيريشن لها للتابل اوف كونتنت بشكل اوتوماتيك، تمام. فبالتالي بتحط انه هذه هيدر واحد، انه هذه عنوان واحد، هذا عنوان فرعي بتحطه هيدر اثنين او سب سكشن اثنين زي هيك. وبعديها بتروح في الاوفيس في الوورد بتعمل ادراج للتابل اوف كونتنت لحاله، بقول لك انه هذا موجود في صفحه كذا، جدول محتويات فهرس، تمام. يبقى حكينا انه تايتل وبعديها تابل اوف كونتنت، نروح على الابستراكت الملخص. ايش هو الابستراكت؟ هو عباره عن باراجراف قصيره لا تتجاوز نصف صفحه، تمام، بتلخص كل محتوى البروبوزر كله بالكامل، هي عباره عن ملخص لكل بروبوزر. وما دام انه هي ملخص لكل بروبوزر، متى بكتبها؟ ترتيبها هي في الاول، بس متى بكتبها؟ في الاخر، لانه كيف انت بدك تلخص شغله لسه انت مش كاتبها؟ يفترض ان انت تاخذ شوي من الانترودكشن، يفترض تاخذ شويه من ال ريليتد ورك، يفترض تاخذ شويه من الميثودولوجي. كيف بدك تكتب هاي الاشياء وانت لسه مش يعني في الابستراكت، لسه انت يعني مش عامل هدول السكشنز في البروبوزل؟ فعشان هيك لازم تخلص كل البروبوزل اخر حاجه بتكتبها الابستراكت، تمام. طبعا السمري هذا لازم يكون كونسايس، صريح، انفورماتيف، انفورماتيف انه فعليا المعلومات اللي فيه مفيده، تمام، وممكن انا اقراه بشكل مستقل على التقرير. ايش معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام انا حاخده بعين الاعتبار في التقييم، وانت برضو ممكن انه تقيس هذه النقطه انه موجوده عندك في الابستراكت ولا لا. يعني انت بتعطي الابستراكت لحدا، لو لقيت انه اضطر انه يدخل جوا في سيكشنز معينه عشان يفهم شغلات، ساعتها الابستراكت تبعك مش اندبندنت. لكن لو كان انه هو واضح ولو بده يعرف تفاصيل، ساعتها ممكن يفوت جوا. واضح يعني انه ايش الفرق؟ انه مش فاهم وانه بده تفاصيل، مش فاهم انه هو انت مش عارف هذا المشروع انه ايش بيعمل بالضبط، فبضطر انه هو يدخل جوا عشان يعمل. اما انه هو فهم انت ايش عملت ومحتاج شويه تفاصيل بده يدخل جوا، يبقى الابستراكت نقدر نعتبره اندبندنت. واضح؟ واضح يا شباب؟ طيب ايش العناصر اللي المفروض تكون موجوده في الابستراكت؟ طبعا بالترتيب هذا اللي هي البي والبي والام والار والسي. البي جايه من الباك جراوند، البي جايه من البرنسبل اكتيفيتي او البيربوس، الام ميثودولوجي المنهجية اللي استخدمتها في المشروع، الار هي عبارة عن اهم نتيجة انت عندك في المشروع، والسي هي عبارة عن statement للconclusion او recommendation، استنتاجات او توصية. يبقى لازم يكون في عندك شوية من الباك جراوند، نبدا عام عن المشروع، هدف الملخص، تمام. العناصر هذه انا ما لقيتهاش في الابستراكت، بتروح جزء من العلامة، لقيتها بكون الامور تمام. يبقى لازم يكون في عندك جزء من الباك جراوند، تمام، ايش الغرض الاساسي من المشروع، ايش المنهجيه اللي استخدمتها، ايش
اكثر نتيجه مهمه وايش الاستنتاج عندك. يعني اكثر نتيجه مهمه انه لو عمل المشروع هذا ايش النتيجه راح تصير. خلينا نشوف مثال عشان توضح الصوره. هذا عباره عن ابستراكت اكزامبل. طبعا ايش المشروع هذا؟ المشروع هذا هو عباره عن تطبيق للبي دي اف اسمه بي دي اف شافلر. فعليا التطبيق هذا ايش بيسوي؟ بيروح يعني انه صفحات البي دي اف في دوكيومنت معين بخليك انه انت تلعب في الاوردر تبعها، في الترتيب تبعها، انه تقول الصفحه هذه تاخذها زي هيك تعملها دراج وتقول بدي اياها في الاول، بعديها الصفحه هذه بدنا ننزلها تحت زي هيك. فبالتالي بعيد لك ترتيب صفحات البي دي اف. تمام، واضح المشروع؟ فنشوف الان كيف الابستراكت تبعه. هذه الجمله اللي باللون الاخضر واضحه عندكم. هذا المشروع بدك تعطي نبدا باك جراوند عنه. هذا المشروع لو بدك تصنفه من اي فئه بيكون برامج خدماتيه. زي ايش برامج الخدماتيه؟ برامج زي بتحول الفورمات تبع الملف، بتحول لك مثلا من صوره لبي دي اف او من دوكيومنت لبي دي اف، او بتحول العكس من بي دي اف لوورد او اكسل. تمام، برامج ضغط الملفات، هذه برضه برامج خدماتيه. فبالتالي بيجي عندك تطبيقات كثيره بتيجي ضمن التطبيقات الخدماتيه. فبالتالي هذا التطبيق ضمن التطبيقات الخدماتيه. فبالتالي بدي ادي باك جراوند انفورميشن على هذا التطبيق، فبحكي انه اليوتيليتي بروجرامز هاز بنفيتس فور ذا اند يوزرز. يعني إلها يعني التطبيقات الخدماتية إلها فوائد عديدة للمستخدم النهائي. تمام، هيني بديت إنه واسع، اديتك باك جراوند انفورميشن إنه التطبيق تبعي هو عبارة عن برنامج خدماتي، وحكيت إنه البرامج الخدماتية إلها فائدة كبيرة للمستخدم النهائي. بعدها بدأت في الغرض، يعني خلصت البي، خلصت البي، بدي ابدا في البي، في البيربوس. بروح بحكي انه ذا ايم اوف ذس بروجكت، الغرض من هذا المشروع هو تطوير تطبيق يوتيليتي بروجرام، تطبيق خدماتي، حطيت بين قوسين اسمه عشان بعد هيك يسهل علي انه خلاص بستخدم اسمه. فبصير بحكي انه تطبيق كذا او تطبيق البي دي اف شافلر زي هيك. ايش بيسوي هذا التطبيق؟ ذات هيلب، مفترض يكون في هنا اس، في خطا املائي. ذات هيلبس اند يوزرز تو ري اوردر ذا بيجز اوف ا جيفن بي دي اف دوكيومنت، يعيد الترتيب لصفحات بي دي اف. يبقى هنا حكيت البيربوس، ايش الغرض من هذا المشروع؟ يا جماعه احنا والله بدنا نعمل تطبيق بيعمل 1 2 3 زي هيك. خلي بالك بدك تحكي باختصار، تقعدش تحكي بشكل مطول، هذا ابستراكت هيك بشكل دقيق. هذا تطبيق بعيد ترتيب صفحات البي دي اف، فول ستوب، خلص بسكت. بجيش بحكي انه والله في خدمات كذا وفي خدمات كذا وفي لوك ان، لا. انت طلعت من الابستراكت. عارفين يا جماعه بالمناسبه ايش يعني ابستراكت؟ ابستراكت يعني مجرد أو ملخص. abstraction يعني تجريد، تجريد من إيش؟ من التفاصيل. فبالتالي هو يعتبر ملخص، فتقعدش تحكي تفاصيل كثيرة في الابستراكت. طيب، يبقى هذه اللي باللون الأزرق هي وخلصناها هي البيربوس تبع الدوكيومنت. بعد هيك نيجي للميثودولوجي اللي باللون الأحمر. إيش حكيت بشكل مباشر؟ we use agile software process model to develop the PDF shuffle. بذكرها ذكر، بشرحهاش، بستخدم منهجية كذا أو بستخدم منهجية مالتي ميديا برودكشن أو بستخدم منهجية بروتوتايبنج أو بستخدم منهجية ووترفول، بس بذكرها ذكر. فبالتالي أنا خبرت إيش المنهجية اللي أنا بستخدمها، بشرحهاش لأنه هذا ملخص. بعديها بنتقل للجزئية اللي بعديها اللي باللون الأورانج اللي هي
الريزلت. لو نعمل المشروع هذا ايش النتيجة؟ The proposed utility, utility المقترحة اللي هو PDF shuffler make ordering PDF pages very easy to the end user. لو احنا فعلا عملنا هذا التطبيق ايش النتيجة؟ راح يخلي ترتيب الصفحات شغلة سهلة للإند يوزر، لأنه فعليا انت تيجي تدور ما بتلاقيش تطبيق زي هيك، كيف بدك تعيد ترتيب صفحات PDF؟ فبالتالي محتاجين تطبيق لهاي الشغلة. فبالتالي الفائدة فعلا انه بيخلي هاي الشغلة شغلة سهلة، بدل ما انت تصعب منها صارت انه هي سهلة، هاي النتيجة. تمام. طبعا ايش الكونكلوجن؟ الكونكلوجن انه PDF شفلر حيكون very useful وهاندي تول للاند يوزر. هذيك ريزلت، بس هذا يعني استنتاج انه هو حيخلي الامور سهلة. تمام. طب والنتيجة ايش الاستنتاج؟ الاستنتاج انه هو فعلا حيكون يعني اداة مفيدة للاند يوزر. ممكن تعتبر هدول التنتين يعني شغلة واحدة يعني، اوكي يعني بيمشي الحال. تمام. واضح الابستراكت؟ يمكن خلصنا التايتل، تيبل اوف كونتنت، ابستراكت. نيجي للانترودكشن. فعليا في الانترودكشن انت بتعطي مقدمة، هي عبارة عن بريف مختصرة، وبعدين كمان جنرال باك جراوند، يعني شغلتين، انه تكون جنرال باك جراوند وتكون مختصرة عن السبجكت اريا للتقرير تبعك او المشروع تبعك. يعني على سبيل المثال انا بدي اعمل تشات بوت. تشات بوت هذا تصنيفه يعني ضمن ايش؟ ايش السبجكت اريا تبعته؟ AI، ذكاء اصطناعي. فبالتالي هنا في المقدمة بتروح بتعرف ايش يعني ذكاء اصطناعي. تمام. وبعديها بتضيق اكثر، لانه حكينا هذا الكلام انه حنرجع له الان بعد شوية، انه انت في الانترودكشن لازم تكتب زي هيك. تمام. تبدأ واسع وبعديها بتضيق، بتحكي عن الاي اي بتعرفه، بعديها بتحكي عن التشات بوتس بتعرفها. تمام. لغاية لما تصل للنقطة المحددة اللي انت بدك تعملها. فبالتالي انت بتديني باك جراوند، بتديني يعني بتدي تعريفات عامة عن السبجكت اريا اللي انت بتحكي عنها. تمام. وكمان ايش كذلك لازم تحط في الانترودكشن؟ لازم تحط سياق للسكوب تبع البروبوزل تبعك. تمام. ايش معنى هذا الكلام؟ بدك يعني بمعنى اخر تحط العمل تبعك في سياق الاعمال الاخرى. يعني على سبيل المثال تطبيق للتشات بوت، بتقول انه في العديد من التطبيقات للتشات بوت زي كذا، زي تطبيق كذا مثلا مهتم مثلا في خدمة الزبائن، تطبيق كذا مهتم في خدمة كذا. فبالتالي انا التطبيق تبعي موجه للطلاب مختلف. هاي معنات انه انت بتحط العمل تبعك في سياق الاعمال المشابهة. تمام. وبعديها تحكي ايش الاوبجكتيفز تبعتك. تمام. وايش الميثود اللي انت حتستخدمها في الورك تبعك. نيجي الكلام هذا نفصله يعني بطريقة اوضح. بس خلينا قبل انه احنا ناخد بيك بيكتشر على الدوكيمنت كله بالكامل. ابستراكت، انترودكشن، ميثود، ريزلت، ديسكشن. تمام. هو فعليا لازم يكون شكلها زي هيك. انت عندك هاي الابستراكت بتيجي فوق. تمام. كيف؟ لا، بتيجي في اول الدوكيمنت بس تكتب في الاخر. تمام. الانترودكشن شكلها زي هيك، شايف كيف شكلها؟ تمام. وفيها ثلاث نقاط هكيت حشرحهم. شايف انت بديت واسع وبعديها ضيقت، وبعديها بتستمر في نفس التضييق، في نفس الاطار، انه هاي الميثودولوجي انت عندك هاي، والريزلت هاي، بتحكي عن نفس الموضوع. بعديها في الدسكشن هنا تبدا انه توسع.
انه في الدسكشن انه التطبيقات هذا انه احنا هذا التطبيق ممكن يتم استخدامه في كذا، هذه الشغله انت ما عملتهاش، وممكن يكون في له تطبيقات في كذا، وتوسع يعني نطاق الدسكشن تبعتك. فبالتالي انت الابستراكت فوق تبدا الانترودكشن واسع بتضيق، بعديها ميثودولوجي وريزلت بتضلك ستريت، وبعديها بترجع توسع في الدسكشن. تمام. طيب لو حكينا عن ترتيب الكتابة، ايش الشغلات اللي يفترض انه احنا نكتبها في الاجزاء هذه؟ فعليا احنا عندنا كم جزء يفترض انه انت تكتبهم؟ 6 اجزاء. وين بتبدا فعليا؟ بتبدا في الانترودكشن. تمام. تبدا في الانترودكشن فعليا. في ايش بتبدا؟ تختار لك بروبلم. تمام. بعديها الترتيب، انه هي الترتيب، انه هي الابستراكت انترودكشن بروبلم ستيتمنت ميثودولوجي ريليتد وركس، هيك في البروبوزر. بس فعليا بعد ما انت تخلص الانترودكشن بدك تروح تنتقل وين؟ على الريليتد وركس. هذا كلام مهم جدا، انه انت عرفت ايش البروبلم تبعتك. انا والله بدي اشتغل على هاي البروبلم. احنا اتفقنا هذا الكلام، حكيناه المره الماضيه، انا بركزش على التقنيه، بركز على المشكله. بجيش اقول انا والله عشان بعرف لارافيل هعمل ويب سايت. لا، انت بتقول والله هعمل البروبلم تبعتي انه الطلاب في عندهم اشكاليه في انه الحصول على الكتاب تبع متطلبات الجامعه، فهعمل ويب سايت يساعدهم في تبادل كتب المتطلبات، وهستخدم تقنيه اللارافيل فيه. وفي الفيديو ما تجيش تقول انا والله هعمل مشروع تبعي فيجوال افكتس، لانه ما حدش استخدم فيجوال افكتس قبل هيك. هذا الكلام مش صحيح، مش انت الوحيد اللي استخدمت فيجوال افكتس، في ناس غيرك يعني. هذا كلام فعليا مش دقيق. فبتيجي بتحكي انه والله انا بدي اعمل فيلم قصير بيعالج مشكله ظاهره سيئه في المجتمع، تمام، وعشان اخلي المشروع شيق استخدمت فيه تقنيه الفيجوال افكتس. فبالتالي انت بتركز على بروبلم، بتركزش على التقنيه. الان انت ركزت على بروبلم، بتروح بتجيب لي كل الريليتد وركس لهي البروبلم، بتروح بتجيب لي كل الاعمال ذات العلاقه او الافلام المشابهه اللي بتعالج نفس الظاهره. يعني انت بدك تعالج مثلا ظاهره التدخين، هذه ظاهره سيئه، قد ما نحكي للناس ما فيش فايده، ضلهم يدخنوا. يا أستاذ هذا مضر للتدخين، مضر بصحتك على الفاضي. قد ما كان فيك توعية ما فيش نتيجة. فبالتالي أكيد في كان أفلام قصيرة برضو بتحكي عن الموضوع هذا، بدك تحكي تمام إنه في أعمال سابقة كانت كذا كذا كذا، هجيت تجميعها بيساعدك في بلورة الفكرة تبعتك. عشان هيك بدك ترجع بعد 2 على الخطوة رقم 3، بدك تعيد تنقيح البروبلم تبعك. او انه على سبيل المثال نرجع للتطبيقات، انت حكيت انه والله التطبيق تبعي انه يعني تطبيق بعيد ترتيب البي دي اف، بدك تروح تجيب لي كل التطبيقات اللي لها علاقه بالتلاعب في ملفات البي دي اف، تمام، وتحكيها، وبعد هيك بترجع للبروبلم مره ثانيه ممكن محتاجه لاعاده تنقيح. انت عامل فيلم هيك فور ناثينج يعني بالضبط. فبيكون انه انت الناس انه يعني بدك تعمل فيلم وثائقي عن الاماكن الاثريه في غزه، تمام، انه الناس ما عندهاش بالضبط. والافلام الوثائقيه القصيره ممكن تنتشر على الشبكات الاجتماعيه بشكل كبير، الناس بطل طول بال يعني عندها طول بال تتفرج على فيلم مدته ساعة أو حتى 40 دقيقة، تمام؟ فبالتالي بتقدر تجيب بروبلم، تمام؟ هذا هو التركيز، تركيز على بروبلم. والبروبلم مش سهل يعني، مش بس إنه مجرد إنه فنيات كيف إنه أنت تصيغ الموضوع فقط لا أكثر ولا أقل. طيب
رجعنا هنا لتنقيح البروبلم. بعديها وين بروح؟ بعد هذا بروح بنتقل انه انا بكتب الانترودكشن، تمام؟ بعديها بكتب ميثودولوجي، بعديها اخر حاجه بكتب ابستراكت، تمام؟ ما هو الملخص لازم يكون الملخص في الاول بس يكتب اخر حاجه، لانه ما ينفعش انه انت تكتب ملخص لحاجه مش موجوده. لازم يكون البروبوزل منجز عشان تقدر تلخصه. الابستراكت بيوضع في الاول لانه يعني طريقه احنا عندنا مراجعه الدوكيومنتس انه انت بدل ما تقرا الدوكيومنت كله لازم يكون الابستراكت في الاول. بقرا الابستراكت ولقيت انه والله انه يعني بالنسبه لي هذا الدوكيومنت هذا المشروع مهتم فيه بدخل جوا، لقيته مش مهتم فيه بحطه على شكل. وهذا كلام انت حتسويه في ريليتد ورك. انت فعليا كيف تحدد انه هذا العمل ريليتد ولا لا لك ولا لا؟ بدك تقرا كله، تقرا الابستراكت، لقيته انه ريليتد بتراجعه، لقيته مش ريليتد بتحطه على شقه. كيف اعمال ذات العلاقه او اعمال مشابهه، تمام؟ نعم. حقول لك من وين تجيبها. انت في عندك يعني في عندنا في الاي او جي سبيس في عندنا مشاريع سابقه، في عندنا مكتبه عند السكرتير برضو فيها مشاريع سابقه، في عندك وعلى الانترنت. يعني انت لو بتعمل تطبيق بتروح بتدور في متجر جوجل او في متجر اي او اس انه لو في تطبيق مشابه او لا، انه انت تحكي عنه توصفه، فبالتالي بتقدر تجيب اعمال ذات علاقه. كيف؟ لو الاعمال ذات العلاقه بدك تعتبرها منافسين اوكي، بس هذا لو انت كنت بتقدم لرياده الاعمال. بس هنا احنا بنركز انه جيب لي الاعمال ذات العلاقه وبدك تورجيني انت ايش مختلف عنهم. زي مقارنه يعني. انا مش حاجه اقول لك انه هذول منافسين او لا، فبدك تورجي انه انت كيف مختلف عن هذول، تمام؟ كل واحد السكشن لحال، هذه محطوطه في الصفحه. حكيت المره الجايه بورجي لك مثال على بروبوزل، فبتشوف انه الابستراكت مكتوب في صفحه، تيجي بعد هيك صفحه جديده عنوان انترودكشن وبتبدا فيه. لا، الابستراكت هو ملخص من كل حاجه، تمام؟ اما الانترودكشن زي ما حكينا انه انت بتعطيني، يعني زي ما حكيت لك انه انت مشروع تبعك له علاقه بالافلام الوثائقيه. شو يعني فيلم وثائقي؟ عرف لي اياه. بدك تحط تعريف شو يعني فيلم وثائقي. متى ظهرت الافلام الوثائقيه؟ شو تصنيفاتها؟ في عندك افلام طويله، افلام قصيره. في الانترودكشن هو بحكي شو الفرق بين الانترودكشن والابستراكت. اما الابستراكت ملخص لكل الدوكيومنت، اما الانترودكشن بدك انت تمهد لي للمشروع تبعك. عندي خلصت، ثواني بس، تمام؟ فهاي الفرق. لو انت عندك مشروع اي اي او مشروع تشات بوت، تشات بوت هذا ايش التصنيف تبعه؟ انه هو يعني تطبيق من تطبيقات الاي اي. شو يعني اي اي؟ شو يعني ذكاء اصطناعي؟ بدك تعرفه. شو يعني تشات بوت؟ شو تصنيفاتها؟ شو انواعها؟ زي هيك هذا الكلام كله بتحطه في الانترودكشن. طيب خلينا هنا نتوقف ونشوف كيف المرة الجاية إن شاء الله بدك تبدأ تكتب في الانترودكشن بالتفصيل، تمام؟ يعطيكم العافية.